أول أهل الجمال الماء غير متوفر، ينتقلون من مكان لآخر بحثاً عن الماء سواء لهم أو لبلهم، فالتنقل من مكان لآخر بحثاً عن الماء يحتاجون عدد من القطع، المحالة أو البكرة، الرشة أو السريح اللي هي القطع اللي يعلق فيها الدلو. عادة في الآبار الكبيرة يستخدم مع الإبل الغروب اللي ذات اللسان الطويل من الجلد مخاطة من أكثر من جلد، وذات لسان طويل تستخدم في سحب من خلال المحالة والجرة والرشة والسريح، تسحب المياه بشكل كبير وتنزل في حوض، ومن ثم يتم حركة المياه سواء للشرب أو في المزارع. وعادة ما يشيلون معهم الشن أو المشرب الحوض مصنوع من الجلد، جلد الجمال بأربع زوايا خيزران تثنى وتلين وتثنى وتركب ويركب عليها الجلد بحيث أنه يستخدم كحوض للإبل. كل ما يتعلق بالإبل، في حلب الإبل، في الأدوات المستخدمة، في المشاريب، المغاريف، القطع اللي يستخدمها عادة اللي يرتحل على الإبل، سلاح، أنواع الأسلحة، الخناجر، السيوف، المجاند، الأحزمة، مذاخر البارود، الأدوات الشخصية لمن يركب الذود ببيوت الشعر، ما يتعلق بالدلة، الشتات الخاصة بالفناجيل، المحاميس، الدلال، كل ما له علاقة تقريبا في الإبل، ما يحمل على الإبل. حاولت أني أرصد قطع متحفية كثيرة ذات علاقة بما يحمل أو يستخدم مع الإبل. من النوادر الموجودة داخل هذا المعرض الوجر أو السجرس، هو يستخدم عاد إناء خشبي منحوت نحت ذا فوهة أمامية أو مثل الصنبور، عمل بدقة على أن يكون مشابه لثدي الإبل بحيث أنه يسهل الحوار بعد ولادتها أن ترضع من هذا السجرس، بحيث أنه على الأقل يكون سهل، يوضع فيه الحليب تحلب الناقة ويكون سهل للحوار. من النوادر جوني زوار هنا من هالإبل، يقولون نسمع فيه بس ما عمرنا شفناه، وكان فرصة أنه فعلا يعني يطلع عليه حضور هذا المعرض. ارتباط الإبل بالحج ونقل كسوة الكعبة، كانت تزف في الكسوة الكعبة على الإبل من مصر، والرحلة تستغرق تقريبا قرابة 4 أشهر قديما، إلى أن أمر الملك المؤسس الملك عبد العزيز إنشاء مصنع الكسوة في مكة المكرمة للحج واستخدام الحجاج للإبل وركوبهم على ظهور الإبل أو المسير في قوافل الحج كلها على ظهور الإبل.